مباشرة إلى ريف دمشق. ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد عبد الرحمن. محمد، كيف هو الوضع لديكم من الناحية الميدانية وأيضا من الناحية العسكرية؟ الأمور على الأرض التي تترافق الآن مع حراك سياسي، مع مفاوضات قد تفضي إلى خطة سلام في سوريا. نعم ميرنا، صباح الخير. صباح الخير للسادة المشاهدين. طبعا أي موضوع عن هدنة في المناطق ريف دمشق أو حتى الغوطة الشرقية يعني بات ربما مضيعة للوقت، خصوصا أن قوات النظام يعني تقوم بعمليات عسكرية متواصلة منذ أكثر من أسبوع، منذ يوم الثلاثاء الماضي. طبعا إذا ما تحدثنا عن الغوطة الشرقية، منطقة المرج الشبكات فيها على أشدها، قوات النظام بشكل يومي تحاول الاستيلاء على الطريق الرئيسي للغوطة الشرقية. طبعا المعارك متركزة على محورين، وهما المحورين الرئيسيين، محور الفضائية ومحور بالا. طبعا خلال الساعات الليل أو حتى ساعات الفجر الأولى اليوم قصفت قوات النظام بما يقارب 7 صواريخ أرض محور الفضائية. طبعا أمس في الساعة 11 كانت هناك محاولات، عطبت عربة BMB، أيضا أمس كانت هناك عربة أخرى عطبت. طبعا المعارك يعني متواصلة، الطيران الحربي بات يحلق ويقصف كما هو في الأوقات السابقة للهدنة أو وقت إطلاق النار. أمس مدينة دوما تعرضت لغارتين جويتين، منطقة دير العصافير أيضا تعرضت لعدة غارات جوية خلال المداخلة التي كان يقوم بها زميلنا من هناك. طبعا الأهالي يعني اليوم يتحدثون على أن وقت الإطلاق النار ربما انتهى، ربما قوات النظام يعني تحاول أن تصعد لتفشل تلك العمليات السياسية التي تدور في جنيف. هذا بخصوص الهدنة محمد، وطبعا أبرز الركائز التي يبنى عليها ما يحدث اليوم في جنيف هي موضوع الهدنة، وقف الأعمال العدائية، إدخال المساعدات، وأيضا ملف المعتقلين. هل من تطورات جديدة بخصوص هذا الملف الذي تركز عليه المعارضة بشكل كبير؟ حقيقة ميرنا يعني بموضوع المعتقلين، خلال الأسبوع الماضي كان هناك حملة للإفراج عن بعض المعتقلين، وصل بعضهم إلى مناطق ريف دمشق، طبعا سواء في الغوطة الشرقية أو حتى في الغوطة الغربية أو حتى في مختلف مناطق ريف دمشق. طبعا ليس هناك أي حصيلة لإعداد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، ولكن هناك أشخاص بالفعل وصلوا إلى الغوطة الشرقية، وصلوا لأهليهم. معظمهم كانوا يعني معتقلين سياسيين من سجن صيدنايا. طبعا على الحراك الدولي يعني كان محمد من انت تؤكد اليوم لنا بانه هنالك افراج أن يدخل وفد للامم المتحده عن بعض المعتقلين، عن بعض المعتقلين الذين عادوا الى ريف دمشق. نعم ميرنا، هناك صحيح، نعم هناك افراج لبعض المعتقلين، وصلوا الى منازلهم سواء في الغوطة الشرقية او حتى في مناطق اخرى. ايضا على صعيد المساعدات او الحراك الدولي، كان من المفترض ان يدخل اليوم وفد للامم المتحدة الى مدينة دارية. نعم كان الوفد قد تواصل مع اهل مدينة دارية للدخول، ولكن قوات النظام استهدفت طريق صحنايا دارية، وفي الساعة الثامنة مساء وصل اتصال إلى أهل دارية باعتذار الوفد للدخول إلى مدينة دارية. شكرا لك محمد عبد الرحمن على كل هذه المعلومات، مراسلنا من ريف دمشق.